معانا واحد من نجوم الكرة المغربية كابتن محمد فيدادي، وهو بالمناسبة طبعا حاضر ومؤازر ومساند لمنتخب المغرب، وهو موجود في قطر وهو بيكلمنا دلوقتي من قطر. نبارك له ونهني له، والفرصة الحقيقة نهني كل أشقاء في المغرب بفوز المغرب على البرتغال وتأهلها للمربع الذهبي. نقول مبروك وشرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيين منكم كتير جدا وبنراهن عليكم حتى قدام حامل اللقب والمنتخب الفرنسي. أهلا وسهلا بيك معانا في السادسة كابتن محمد. أهلا وسهلا بالأخ أحمد سمير، وتشرفت بمعرفتك، وتحية وسلام لكل الشعب المصري وكل الأمة العربية. انقل لي، انا عارف طبعا انه الدنيا في المغرب اكيد يعني ضرب نار، بس انقل لي كده يعني الاجواء عندك في قطر بعد تحقيق الفوز والتاهل لاول مره في تاريخ الكره العربيه والافريقيه فريق او منتخب افريقي يتاهل لدور قبل النهائي في البطوله. انقل لي الاجواء ما بعد مباراه البرتغال. اكيد اكيد الاجواء كما نقول لك، الاجواء بتكون جميع الدول العربيه نفسها سبحان الله، لان يعني الاجواء ممتعه، الناس مبسوطين، يعني ما نقول لك يعني الشعب المغربي، لان الحين صرنا امه واحده، كلمه واحده كانت، ولغه الكره تجمع جميع 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 الدول العربيه. الاجواء يعني ممتازه، الناس فرحانين مبسوطين، كل شيء مبسوطه. قطر يعني كما نقول لك الشوارع كلها مليانه، يعني من الصبح، من الصبح حتى اليوم التالي، وحتى الناس ما زالوا في الشوارع يتكلموا على الموضوع، على المنتخب المغربي. يعني بالتأكيد طبعا الوصول للمربع الذهبي في حد ذاته إنجاز كبير جدا، لكن خليني أقول لك برضو أنه من ناحية تانية جماهير الكرة العربية عموما، يعني ما اعتقدش بس المغربية، جماهير الكرة العربية رفعت سقف أحلامها وطموحاتها وتوقعاتها للمنتخب المغربي، وبيراهنوا بشكل كبير جدا على قدرته على العبور وتجاوز المنتخب الفرنسي. بتشوف المواجهة اللي جاية ازاي؟ وبتشوف يعني من واقع متابعتك حتى المباراة فرنسا وانجلترا امبارح، ازاي من الممكن المنتخب المغربي يتجاوز عقبة حامل اللقب المنتخب الفرنسي؟ اكيد بان اغلبيه الشعوب العربيه دائما هذه عقليتنا العرب، يعني انا كلاعب دولي كاطار وطني انا قلت من زمان، دائما احنا سبحان الله دائما نفتخروا دائما بالفرق الاجنبيه يعني الاوروبيه، واكيد السنوات الاخيره هذه بدون مجامله عندنا لاعبين كبار، يعني لما تشوف مثلا محمد صلاح، يعني محمد صلاح احسن لاعب، ليش دائما بنقلل من اللاعب عندنا؟ اكيد احنا مثلا المغرب، انا قلتها في القنوات، اكيد لازم ما نتكلم على الارجنتين ولا على البرازيل ولا على فرنسا ولا على كذا، اكيد انا لما كلمتهم قلت لهم عندنا لاعبين كبار، عندنا لاعبين في المستوى، اسمائهم كبيره ووازنه بالفرق تبعهم. ايش كان خاصهم؟ كان خاصهم بس توليفه لحقها وليد الركراكي لما جاء، لان اغلبيه الناس ما كانوا مقتنعين بالناخب الوطني كانه شاب وفتره وجيزه يعني بيسوي الاشياء. اكيد ترجع الموضوع تبع المنتخب الفرنسي، اكيد المنتخب الفرنسي اكيد بطل العالم 2018، اكيد كل عندي كل فرق المنتخبات قويه، بس دائما انا مآمن بالفريق الوطني المغربي، عندنا لاعبين، وكنت مآمن ان نمشي ابعد نقطه، والمباراه كما نقولوا دائما مباراه على الجزئيات، يعني جزئيات بسيطه. يهمنا نطمن كمان منك على سكواد المنتخب المغربي، هل في لا قدر الله اصابات؟ هل في غيابات متوقعه عن المواجهه الجايه؟ لانها يمكن تكون مواجهه الاهم. اصابات كان دائما معايا يعني بالهاتف مع المساعد المدرب، لان رشيد المحمود اخويا ولعب معايا وكذا، التفصيل في اصابات، ونتمنى ان شاء الله عشان الاصابات، لان اغلبيه اللاعبين كانوا كيلعبوا هم مصابين في بعض الاحيان. يعني راه مش يعني مستحيل تشوف لاعب اوروبي يحس بشيء بسيط يولد. ايوه. بس اللاعب العربي سبحان الله دائما ولو يحس يقول لك عاوز نكمل، شفت المباراه الاخيره زياش ما قادر، بس يقول المدرب انا عاوز ابقى. ايوه. لا، وكل لعيبه المغرب الحقيقه ظهروا بشكل اكثر من رائع، ونتمنى ان شاء الله ان المشوار يستمر. كابتن فيدادي بشكرك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا الحقيقه لنجوم المغرب بالتوفيق في مواجهه فرنسا، كل الجماهير الكره العربيه في ظهرهم وبتساندهم ان شاء الله، وباذن الله يكون ليهم تواجد في نهائي المونديال. بشكرك شكرا جزيلا.